إذن حينما يكون العطاء فعلا والجهد مميزا والثمر الملموسة، عندها يكون للإهداء معنى وللثناء فائدة وللتكريم قيمة إلى من أضاء تواجده قلوبنا قبل أن تضيء جهوده الأماكن لمسة ووفاء لتبقى ذكرى تواصل ودوام المحبة. فيصف بهذه المناسبة تلاميذ ثالث إعدادي وجذوع مشتركة بقسميها العلم والأدبي نعم أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لأساتذتهم كل من سي سفيان بن غالي وسي